اي طبعا الطلبات هاي طلباتنا الشرعية، وعلى شيء المحافظة منكوبة، وهذا مع الأسف هذا الحادث المؤلم اللي صار على أهالي الموصل، يعني هاي فاجعة كبرى اللي صارت، هاي نعوار راحت بكملها. فاحنا نطلب تحسين الوضع، تحسين الخدمات، القضاء على الفساد، هذه كل احنا هاي مطالبنا. ما رأيكم القرار عادل عبد المهدي رئيس الوزراء لإقالة المحافظ نينوى؟ والله احنا نريد الأفضل، طبعا احنا بالنسبة لنا احنا نريد الأفضل، انه يكون يجي شخص يخدم هاي المحافظة، هاي غايتنا احنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا. استاذ احكي لنا يعني وراء القرار العادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي قال المحافظ النينوى، انتم كمواطن الموصلاوي ايش تحكي يعني؟ احنا ايش احكي؟ المحافظ دمر البلد من جانب لحد الان، ايش شغل الموصل؟ جسر الحديد، الجسر هذا كل ما يرتفع منسوب المي الجسور يروحون. الجسور القديمة ليش ما يرجعون اياها؟ شركات كلها غلط وغلط، عمال كلها بطاله، الناس كلها ما عاد لا شغل لا عمل لا، يعني ايدي عامله تشتغل بالموصل.